رجع رفض. ولك والله العظيم رح يجنني. يعني اساس هو كان موافق بالبدايه؟ مو على كيفه، هي عم بقول لك اياها، مو على كيفه. طيب ماشي، شو بدنا نساوي هلا؟ ما بعرف، المهم ما رح اسكت ومو على كيفه. مرحبا. مرحبا. فهمية؟ فيني احكي معك؟ تفضلي. ليش هيك ساويتي يا فهمية؟ ليش انا شو ساويت؟ حطيتي ذهباتك قدام باب بيتنا. ما بتعرفي ليش هيك عملت؟ انتي رفيقتي يا وردة، رفيقتي اللي من نحن وصغار بنقسم عرايس الزعتر بالنص. بعرف، شكرا، بس اخوكي هو السبب بكل شي صار معنا وبكل شي صار معنا. راحوا ما قدروا يخلصوهم من ابو الرجاء. الشيء يلي صار غلط بغلط بغلط. الغلط منا يا ابو عزو، الغلط منا. الغلط منا؟ شلون؟ لانه ما رجعنا واشترينا سلاح وجمعنا حالنا وقتلنا لابو الرجاء ورجعنا الشباب. انا ما قلت لا يا ابو سليم، ما قلت لا، بس لكن ابو الرجاء كان زانقنا بالوقت، يا بندفع له المصاري يا بيقتلهم. يا سيدي خلص، هلا مستعدين نجمع مصاري ونشتري سلاح ونقاتل ابو الرجاء، وانا مستعد ادفع كل ماليتي. ما بتقصر يا ابو عزو، ما بتقصر، وهيك لازم يصير. هذا حكي يا ابو رجاء، شو يعني بدك سلاح جديد؟ يا سيدي بدي سلاح وبدي فشك كمان، شنو هالكلاب قتلوا لي 5 من زلمي. وانت ما قدرت تقتله؟ ما حدا خبرني انه فايتين لعندي غدر، لو كنت بعرف كان ما حدا طلع من عند مني الا على قبره شك. انا شايف انه انت ضعيف واعتمد عليك ما فيني. لا سيدي لا 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 تولى، انا 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 على كيفك وقوي لساتني وبعدني عسروش خيلي. مهم، لو كان انت قوي كان قتلتهم، مو تستنى واحد يجي يخبرك غدر. معك حق سيدي، معك حق، هالمرة انا الغلطان، بس بوعدك المرة الجاي ما يتكرر الامر بنوب، وابو الرجاء قوله فعل سيدي. طيب عود. فهميني ولك امي، عمل لك شي؟ ضربك ولا ما حبيتي عشرته ولا شو؟ ما عمل لي شي يا مو، ما عمل لي شي، الاخرس كتير منيح معي بس ما عم بفهم عليه ولا عم يفهم علي، كيف بدي كمل معه؟ شوي شوي يا مو، انت بتفهمي عليه هو بيفهم عليكي. شلون يا مو شلون؟ بس فهميني، اذا شي يوم طلب مني شي طلب كيف بدي افهم عليه هو اصلا ما بيحكي؟ أنا من زمان قلبي نازلي منه، حاس في شيء بس ما توقعتي هاجمه أبو الرجاء. هذا بدل على أنه عملاء ضعاف كتير. لا لا مو ضعاف لا أبداً، بس القصة أنه الأخرس مبارح كان عرسه. عرس الأخرس؟ إيه، تجوز هيك واحدة من توبه. ومين تزوج؟ بنت مستورة، يعني هيك صار وضعه أقوى كتير بالحارة، بصير بيعرف الشردة والوردة بيخدم. حركة جيدة، الأخرس ذكي. إلا يعني هو ذكي بس بدنا ندير بالنا منه. ما فهمت عليك. يعني ما لازم تعطوه وش، لأنه هدول الناس إذا أخذوا وش بنخاف منه، خلوه تحت عيونكم. مظهر بيك، الأخرس حسابه عندي، وكل واحد
لا ينفذ أمري سيعاقب. هي ضروري كل واحد. يلي عملتيه عفاف كتير كبير وما بينزل لا بميزان ولا بأبان، ولك ما حدا بيرضى فيه بنوب. انتو اللي جبرتوني اعمل هيك بحالي، قلت بدل ما اقضي حياتي كلها نكد ودموع وحزن زعلكن يومين وبعدين برجع براضيكن. لك شو هالحكي اللي عم تحكي انتي؟ نحن انا وابوك شو عملنا لك لحتى تعاقبينا هيك عقاب؟ في شي مرة طلبتي طلب وما اجب لحظته؟ ضربناكي بدون سبب؟ ظلمناكي؟ لك قصرنا معك بشي؟ لا يا مو، بس انا كمان خلص لا بقى تحكي شي. اللي بدك توصلي لنا يا وصل، ونحن ما رح نجبرك لا بصبري ولا بغيره. وصياح اخ اخ، رح ساعدك، رح ساعدك مشان نقن على ابوك يرجع يخطبكن لبعض. بس ليكي عفاف، بدك توعديني انه هالشغلة ما عاد تعيديها منوب. بوعدك يا مو، والله العظيم بوعدك. ماشي ان شاء الله. هدول 150 ذهبي بالتمام والكمال، حاولنا يعني نجمع من اهل الحارة والمقتدرين اكثر من هالمبلغ، بس لكن للأسف يعني ما نجمع معنا غير هاد. كتر خيركم مختار، كتر خيركم. شبك بشير؟ احكي. والله يا مختار عم فكر انه اذا دفعنا المصاري رح يتجبروا ورح يرجعوا يخطفوا من الحارة واحد واثنين وثلاثة، ورح يطلبوا فدية اكثر من اللي قبلها. هلا عم فكر نشتري سلاح نقوي حالنا ونقطع الحية من راسها. طيب وأخوك؟ أخي الله بيحميه، سلمته لرب العالمين وبإذن الله ما بينضام. ما فهمت عليك. مختار خلي المصاري هون معك، خلينا نشتري سلاح ونقوي حالنا ونفوت عليهم فوتة واحدة، تخلص عليهم ونرجع المخطوفين. بري عليك يا بشير، بري عليك، الله محييك، فعلا أصيل ابن أصيل. الله خلي لي اياك يا مختار، والله اخي مطيع مظلوم، وانا واثق ان رب العالمين ما رح يتركه. الله يرجعه بالسلامه. بدي الحاره خاليه من سلاح، واي واحد بتلاقوا عنده قطعه سلاح بتشحطوه هو وسلاحه. امرك سيدي. السلاح لازم يتصادر شو ما كان نوعه، ناري من فرد او بارودي، حتى وإن كان سكين أو خنجر أو مسمار لازم نصادره. سيدي بدنا نصادر الخناجر والسكاكين من الناس؟ كل شيء يا سميح، حتى مو سلاح لاقى بدكم صادروه. أمرك سيدي. وكل واحد ما بينفذ الأوامر بتصادروا له رزقه، وإذا حدا بيمنعكم بتزتوا له رزقه على الأرض وبتزلوه وبتعملوا له قتله. كمان أمرك سيدي. وأي حدا بيدافع عنه أو بيحاميله بتشحط لي يا لهون وأنا بتصرف معه. حاضر سيدي. انصرف بسرعة. احترامي. صراحة ما قدرت ساوي شيء، لأنه الضابط يلي بعرفه رفض يساعدنا. وليش رفض؟ قال لأنه ما بيقدر يقاتل ولا يحرك العسكر ضد قطاعين الطرق، لأنه الأمر مو من عنده. طيب هلأ شو لازم نساوي؟ ما بعرف شو بدي أقول لك، بس الحل عندكم أنتو. شو قصدك؟ سميح افندي انت شو عم تعمل؟ ما دخلك يا ابو حمدي. لك بس فهمني شو القصة. قلت لك ما دخلك ولا تخليني اغلق بحقك. ها عسكر تحركوا.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بعد شوي شوي خوار فتش عشو بدنا نفتشو عالسلاح شوي 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 خطرة هاي مصدق بس أحسن مع دعو سونجي بشري لا إله إلا الله هس خير إن شاء الله هات الموس شو بدك فيه عزو أعطيه الموس جرب ليش أخذت الموس من إيد معلمي خراس ولا فوتوا فتشو لوين يفوتوا عزو خليهم يفتشو بس تحرك ما في شي سيدي تحرك فوتوا فتشوا دكان جميل أنا دكانتي بالكم فوتي بدي فوت فتشوا غصب عنك هدي صبري ما لا خليكم تكسروا الدكان جميل خليهم يفوتوا يا ابني أمرك مختار فوت فتش فتش بهاي سميحة فندي إذا بدك خلاص ولا ما في شي سيدي حقوني هدمي تاني مرة بس تشوفهم فاتوا لهون تهرب من كل الأرنية عم تسمع وليش بدك كان يهرب انت أسعار لأنه ما بدي اياك تروح ببلاش يا زكي كل الشغل عند أبو الرجا هون مو جايب همه والله أنا اللي شايفه أبو الرجا ماله صاحب دبنه وممكن يبيعنا بليلة ما فيها ضوء قمر الله سلامة فهمك معناتها بتعمل مثلي بتدير بالك على حالك لأنه أنا ما عاد أذي حدا ولا عضر حدا هون التوبة وأنا مثلك أسعار وأنا مثلك اعطينا سيجارة معي لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله مسكين الله يكسر ايديه الله يكسر ايديه انا بس بدي افهم شو السلاح اللي عم دور عليه بقلب البندوره والبطاطا روق صياح هذا القصه مو هيك كان شلون القصه هدول معهم اوامر بتخريب الحاره مشان يستفزونا منقوم نقتلهم بيتدخل الجيش الفرنسي بحجه قتل العسكر شباب مزبوط مشان هيك مثل ما قال المختار ما حدا يقرب عليهم بشي الله يعوض عليك صياح يلا يا رجال يلا يا جماعة كل مين على دكانته الله يعوض عليكم تعال ابو محمود بدي احكي معك كلمتين يلا مختار عن اسمك مع السلامة يا محمود الله معك عوض الشرف عندي عوض خلينا ننسى الماضي يا أبو محمود ونبدأ صفحة جديدة بيناتنا ما رح نفتح صفحة جديدة يا أبو اختار إلا لحتى تبيض لي صفحتي قدام الناس كلها ولو صفحتك بيضة لا مختار صفحتي مو بيضة بعد الفضيحة اللي انفضحتها قدام الناس وشو بدك ساوي لحتى تبيض لك صفحتك توقف قدام الناس كلها وبتقول إنه الست شهيرة ومرت المرحوم أبو عامر طاهري واللي انحكى عنهم كذب بكذب أخ من صياح الواطي لا مختار صياح ما له واطي وما غلط بحق حدا من الحريم وكان يفوت لعندهم قدام الناس كلها بس يا أبو محمود الناس مختار إذا أنت شايف إنه الست شهيرة مطاهرة يكون كمان صياح مطاهر السلام عليكم عليكم السلام قوة إلا
شاهين حاشا لله حاشا لله. مرزوق تعال خير. تعال عاوزك. بس انا مالي عاوزك. ولك تعال عم لك عاوزك وانا ما بدي شوفك. لعمرينك ان شاء الله لعمى. ورده مين الاخ؟ دكتور سامح. ايوه تشرفنا والله. شو يعني دكتور سامح؟ جاي مشان يكشف على امي المريضه. سلامتها ان شاء الله. بقدر اعرف مينو هذا؟ هاد جوزي. زوجك؟ وليش ما قلتي لي؟ شو كان بدك تساوي؟ كنت خليته يعرف يحكي مثل العالم. لحظة لأخذ لك طريق. وردة خلينا نكمل حكي. تفضل نحكي جوا. تفضل. يلا يلا. خير اخي. جاي مع بعض الطريق؟ ايه. دكتور جايتك مع اختي مو ظابطه بنوبها. نحن ما عملنا شيء غلط سيد بشير، وانا اجيت حتى اطمن على الست الوالده. وبصفتك شو جاي تطمن على الست الوالده؟ انا قلت له يجي معي، بلكي بيساعدنا بموضوع اخي مطيع. وشو بده يساعدنا يعني؟ الدكتور سامح بيعرف ناس بالسرايا. وبشو بيفيدونا معارفك بالسرايا؟ ان شاء الله رح اعمل يلي بقدر عليه وما رح اقصر. واعمل يا هلا روحي. تفضل دكتور. تفضل. يعني اذا دكتور تمشي معه بالحرق قدام العالم كلها؟ لك يا امي انت شو بدك فيها؟ تمشي مع كل الخلايق؟ شلون شو بدي فيها؟ هي مرتي مرتي. يعني لساتك مصر؟ مصر وغصب عنا ما بصير تمشي مع حدا. لا حول ولا قوة الا بالله. انت بدك اياها بس هي ما عاد بدها اياها. بدي يعني اصلحها. ايه الله لا يوفقكم على هيك جوازه. ليش يا خانم ليش؟ ايه لانه مو راكبه ولا بتفوت بالعقل. اخرس يتجوز عنيا. ايه والله مو راكبه يا ام سعيد. والله معك حق يا خانم، بس هذا النصيب شو بنقدر نساوي؟ نحن اللي بنساوي النصيب يا ام سعيد. ايه والله والله كنت بدي جوزها احلى جوازه. عن جد عم تحكي؟ مين لمين لمين كنت بدك تجوزيها؟ كنت بدي جوزها لأبو هاشم. ولك يبعت لي 60 حمى. لك يبعت لي داء إن أرزان أنا لما وافقته لأبو عزة ولأبو راتم على الجوازة. لك الله يصلحك كنتي تعي واسأليني قبل ما توافقوا على هيك جوازة معترة. يوه يا شهيرة خانو، ولقش لتجي وتسألك؟ هي أصلاً صدقت تلاقي عريس لتخلص من بنتها المعترة؟ والله يا خانو مو هيك السيرة بنوب. لا ستي هيك ونص. أصلاً نحن ما منشوفك غير إذا بدك مصاري أو بدك تنقلي حكي لنسوان الحارة وتحكوا علينا بالعاطل. والله والله يا خانو أنا هالجوازة كلها ما حاببتها. لك ما بعرف شلون وافقت على الأخرى، صدقوني ما بعرف. إذا وقع القدر عميل البصر يا أم سعيد. يا العيون اللي ببالي. لك انسف 100 حمى أنا. ما بدك تقلي شو بده منك مظهر؟ صدقني لا هو قال لي ولا انا عرفت شو بده. ماشي بس تعرف شو بده منك تجي بتقلي دغري. ها خلص انت لا تاكل هم، اول ما بخبر بيجي وبخبرك ان شاء الله. ليش هيك عم يصير معي انا؟ كل ما لقصتي عم تتعقد. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. Ahem.
زيك قول ما لازم تضل جوعا. والله انت شكلك من حلال ولك اسعاد. ايوه وشو عرفك؟ بلكي طلعت ابن حرام. هيك الله ورجاني. ايوه وشو الله ورجاك كمان؟ ورجاني انك تعذبت كثير بحياتك وما وصلت لهون لحتى تمرمرت وتبهدلت لحتى التحاش. قول مطيع قول. وانك مالك مبسوط منو بالشغل مع هدول الناس يلي ما بيعرفوا لله. وشو كمان؟ وانك بعمرك ما اذيت حدا ولا ضريت حدا. مظبوط انا بعمري ما اذيت حدا ولا ضريت حدا ولا بحب ضر ولا بحب اذي. انا هيك تربيت. اسعاد سرك كبير. انت في حدا ظالمك بحياتك بتخاف منه وبتخاف ترفع صوتك بوشه؟ وانت شو عرفك ولا صخر؟ شو عرفك؟ لانه مبين عنك مظلوم وصار معك شي بحياتك خلاك تمشي مع اولاد ادو. هي مو صحيح. مو صحيح وكل شي عم تقوله كذب. لا سيدي صحيح. صحيح ونص. عم قلك كذب ولك صخر. واللي بقوله أنا بيمشي. كذب ولا؟ يا أسعد. وقت كنت عم تضربني ما كنت عم تضربني بحقد مثل ولاد الكلب. أسعد. المظلوم ما بيحب يظلم حدا. وبيحب الخير. حتى لو كان لغيره. خليك بحالك انت وياه ومن تمساكك. الله ينطق بالحلال. ايه ولكن حامد لكن وروقنا. الليلة بتودوه لماجد على الحارة. مشي عيون. بتوديه أنت وحامد وأسعد. صار. معلم طعمته ولا هدول اللي برا؟ توصيني بشي تاني؟ عود معنا أبو السعود عود. عود مشان نروق سوا. بلكي حامد يكون راسه معنا ويلف لنا كم سيجارة. أحلى سيجارة ما تكون كي أحلى زلمة بالسوكي وكوكي كوكي كوكي خلصت الحكوكي. يوضع عينا. أهلين حبيب. مو هاي الثانية. أيوة علي ملبوبة خود بلش بلش. عندي بيت بالإمارية رح بيعه وأعطيكم حقه مشان تطلعوا مطيع من عندهم. فيك الخير يا ابني. لا الله خليك لو سمحت خلي بيتك عندك وخلي مصاريك معك. يا ريت تتقبلوا مني سيد بشير. دكتور انت مانك مجبور. مانك مجبور بشي. بصفتك شو بدك تبيع البيت؟ اعتبروني واحد منكم وحب يساعدكم. لا دكتور مثل ما قال اخي ما في داعي تبيع البيت وان شاء الله ما منضطر لهيك شيء ابدا. انا بس مشان يرجع اخوك يا مدام. ان شاء الله إن شاء الله بده يرجع هو كل الشباب. إن شاء الله يا رب. يلا أنا بستأذن. مع السلامة دكتور. السلام. تفضل تفضل. شكرا دكتور شكرا كثير. لا الله يسامحك هذا أقل من واجبي ولو. الله خلينا يا شكرا كثير. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا بعرف إنك أنت هلا عم تطلع فيني. يا ريت بقدر أشوفك. يا ريت أنت بتقدر تحكي. كنت حكيت لك كتير شغلات. آخ
انتي من شو مخلوقة يا رشيدة؟ من شو مخلوقة؟ بس معلش، بكرة مع الوقت رح تصير انت تقدر تفهم علي وانا افهم عليك حتى من لمسة ايدك. يمكن يجي اليوم واكشف لك حالي اني مالي اخرس. ايه بتعرفي ليش؟ بتعرفي ليش يا رشيدة؟ انا عرفت شو بدك مني هلا. لاني حبيتك، والله حبيتك، وهالكلمة ما قلتها لحدا قبلك ولا رح أقولها لغيرك، والشاهد الله. أنت عم تبكي؟ ليش عم تبكي؟ أنت عم تبكي لأنك تجوزت وحدة ما بتشوف ما؟ ولا عم تبكي لأنك أنت ما عم تحكي؟ لو تعرفي أنا ليش عم ببكي، شنو أنا مالي طاهر مثلك، مالي طاهر مثلك يا رشيدة. أنا برقبتي واحد مقتول، أنا قتلته، إيه أنا قتلته من شان كم ليرة. ماجد لا حول ولا قوة إلا بالله. ماجد شو عامل المسكين؟ اسمعوا يا قولوا لعضوات حارتكم قداس بيسلم عليكم وبيقول لكم كلكم رح تموتوا هالموتة واحد. عطات عطات يهزوا بدنهم يا الله. يا الله. كنا بنموت واحد واحد. معقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا شو أعمل يا مختار؟ قلي. روح بي أهل الحارة كلهم بسرعة. بسرعة. يا أهل الحارة قطعين الطرق. قتلوا ماجد الفوار. يا الحادي. يا الحادي. قتلوا ماجد الفوار. لا حول ولا قوة إلا بالله. رحمة الله عليك يا ماجد. لا إله إلا الله. الله يرحمك. الله يرحمك يا حرام مغرور. قتلوا لحتى يخوفونا انه رح يقتلوا اخي مطيع وصخر اذا ما دفعنا الفديه. بدنا نرجعهم ولو اضطرينا نبيع بيوتنا ونقتلهم بسلاح. بدنا نرجعهم وندفعهم ثمن غالي كمان. أخذتوا لماجد لك حامد؟ شو تفضلي؟ بقول لك وين أخذتوا لماجد؟ لعند أهله.
ليش مين قال له؟ انتوا بتعرفون لأهله؟ لعند ابوه. شلون يعني اخذته لعند ابوه؟ ابوه لماجد ميت. مزبوط، نزلناه فوقه بالبيت التحتاني. لك قتلته يا واطي؟ قتلته يا كلب؟ من الله هرت وريته خالص عمره. وانتوا رح تموتوا قتل، وانتوا رح تلحقوه. رح تموت انت كمان، وحياة من زرعون رح تموت. ايه وانت كمان رح تموت، رح تموت يا حامد. الله لا يوفقكم. اتركوا لك صخر، اتركوا. عمره القاتل ما رح يتوب قبل ما تطلع روحه لعند ربه. يعطي عنك يا ماجد. هذا اللي شفته بعيني. روح على حالك، ابعث لي هارون وبتطلع بجنازة ماجد وبتبكي عليه وبتندو كأنه أبوك اللي ميت. أمرك صار. وردي خاينة يا عمي، وردي خاينة. شو هالحكي؟ هذا ما بيتصدق. مو بس هيك، من لما كانت معي بتعرفه سقطت مشان تتجوزه، مشان تتطلق وتتجوزه. يا مو الله يرضى عليك. الله يرضى عليك يا امي انت، الله يرضى عليك. شو شهيرة خانم دفنوه؟ الله يصبر أهله على فراقه. الله لا يوفق يلي قتله، الله يشل إيديه بجاه نبينا محمد. الله كبير يا مطيعة، الله كبير. لا تفكري حدا يقتل ظلم وما ينعرف أو ما يتحاسب. الله لا يوفق كل ظالم، بجاه كل مين له جاه عند ربنا. الله ما بينسى، بيبعت له مين يساعد أهله. يعني معقولة ما يعملوا له تنزيلة وتنساها يا مو؟ أقل منها. لا أيوه، أبوك تكفل بكل شيء. عن جد يا مو؟ أي والله. إيه الله يرزقك يا أبي ويعود عليك كل قرش بعشرة يا حق. آمين يا رب العالمين. قومي تقبريني، غيري أوعيكي لنبلش. إيه من عيوني. إيه الله يرحمه ويرحمنا أحياء أموات يا حق. أخي مثل ما عمل لك من الآخر، لازم يموت راس الفتنة. الواطي كداس والأوطى حامي. مظبوط. غير هيك ما رح نخلص منهم بحياتنا. وشوف أخي سيار، هاي شواربي قدام الشباب الطيبة. أنا أول واحد بروح باتل معكم ضده. كفو يا عدلي، كفو. هلا والله يا عدلي أنت يا باباي. وحياة شواربك اللي مسكته لا تقول رخصت. إحنا مانا نسيانينه، رح يجي يوم نقتلهم واحد واحد. كفو، كفو بالصيح كفو. دايمي السلام عليكم. صحتين. وانا مع السلامه. يلا معكم. شرف حمي، اهلين وسهلين ومعوضين. الشيم 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 مع الشاد دايمي. الشيم 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 سلامتك. شوفي سلامتك. شو هالسيد كاني هبلة.
بدك عودتك. تاح تايتو يا على قلبي ان شاء الله. على مهلك على مهلك على مهلك على مهلك. شوي شوي توبرين. بعدتهم معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله يا ربي. قولي بالك نومي يا هذا الدكتور اللي مقضي لي اياها ببيت غازي لازم نصرفه يا هارون. بس انا ما بقدر اقتله لحالي سيدي، ما بقدر. لك مين قال انه انت اللي بدك تقتله؟ مين؟ مين لك كان سيدي؟ هاي القصة بدها حامد وكداس. بأمرك يا بيك، بأمرك. خبرهم انه هيك بدي انا، فهموا القصة. هالحارك. أمرك سيدي. مقشم 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 الشفافي. مقشم فيها. شو جابت يا بي؟ يا بي فكرية ولدت وجابت صبي. قلت الحمد لله يا ربي. الحمد لله. الله يخلي لها اياكي يا سعيد. يسلموا ايديكي. كيف بحق لي الشارع هون؟ تكرم عيوني يلي بتضربي. حدا احنا حاضرين. هذا الدكتور بيشتغل بمشفى الغربة يلي بالحلبوني. عارفك وانا رح اجيب له للمعلم الدكتور ماشي على اربعة. قبل ما اجيب الدكتور لعند مني بدي تجيب لي الذهبات تبع بيت ابو عامر. حنجيبهم عيون حنجيبهم. ايه بس دخيل عينك كلهم. كلهم لك النصه؟ يعني فكرت. حامد قوم فز شوف شو صار بالارنب المشوي. قوم بالارنب. يرضى عينك. الحمد لله على سلامتك يا بنتي. الله يسلمك يا ابي. كنت كثير قلقان عليك بس الحمد لله الله قدر ولطف وقمتي بالسلامه. والله بعت لك الصبي ان شاء الله بيرمى بدلالك وتشوفي اولاد اولاده. بحياتك. وانت تاج فوق راسنا كلياتنا يا رب. الله يرضى عليكم. أدن له ابن عمي أدن له. بسم الله الرحمن الرحيم. هاتي يا بي هاتي هاتي. لا 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 جدو 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 جدو. بسم الله الحمد لله وحليك الحمد لله على خلق التامة. لا حبيبي 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 حبيبي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة. حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. هالولد حلو حلو قد ما قلت لك واكثر يا خانوم. يخزل عينه ما شاء الله حوله وحواليه. تقولي مصحف صغير ومطوي ما شاء الله. الله يهنيها يا رب. فكريه صبرت وتعذبت كثير وبتستاهل كل خير. معك حق يا خانوم. يلي مر على راس فكريه مو قليل. بنوب بنوب بنوب. الحمد لله الحمد لله اللي الله جبر بخاطرها وبعت لها الصبر وراح تتجوز عزو كمان. الله يتمم لهم على خير. وانت يا مطيعه الله يقومك بالسلامة وتجيبي لنا الصبي. الله يسمع منك يا أم سعيد ويجيني صبي يحمل اسم أبوه الله يرحمه. آمين يا رب.
شآم طيف أحلامي وإشراق أيامي هي اللحن الذي أقوى تجلت فيه أنغامي بحب قد غزا قلبي وشوقي زاد بهيامي فعدت رشامي يحييني أداوي فيه آلامي وإن الله يعلم ما مدى حبي إلى الشام إلى الشام إلى الشام شآم طيف أحلامي إشراق بأيامي هي اللحن الذي أهوى تجلت فيه أنغامي بحب قد غزا قلبي وشوقي زاد بهيامي عجزت بما أقول. Oh.